في عز الزحمة وباشر المدارس، لكن في ناس ياية التشرة حزة الحزة. هذا احنا نزلنا السوق، خلكم ويانا. شو اسمك؟ وليد. عاشت لسامي. اي صف تروح؟ اول. متحمس حق المدرسة؟ ايه. شنو خذيت؟ خذيت اغراض المدرسة. قاعدين نختار والله شنط ونشوف يعني. للحين ما اخترنا. تحس بيحسمها الحين؟ اي انا بحسمها. لا. ما في مجال. انا اللي بخلص الموضوع. ما في مجال الحين. شنو بعد المشاوير الباقية؟ والله باقي للحين لسه الكتب، الزي، الدفاتر، الاقلام، كل شيء للحين ما خلصنا. هاي اول شيء ترى، هاي الستارتر يعني. الطلبات اللي استلمناها اليوم حاولنا يعني نوفرها قدر المستطاع. في للحين في اشياء غاصره يعني، للحين طبعا في اشياء للحين ما انطلبت منا، بس اكيد في مذكرات واشياء ثانيه ان شاء الله في الايام الجايه بنوفرها قدر المستطاع. يعني في نهايه الاسبوع نكون مستعدين على الاسبوع الجاي استعداد تام. مجهزين من قبل ولا حزه الحزه اليوم؟ والله المدارس خبرتي يعني. لا والله مجهزين من قبل، اليوم ان شاء الله نكمل الباقي. زين ليش ما جهزتوا من قبل؟ والله ما مدانا، مشغولين وهذول مضغوطين، فالحين فضينا والحين قاعدين نخلص. في بالك شيء بعد تاخذه؟ صراحه ممكن الاقلام وزي كذا يعني، بس ما في يعني الاشياء الاساسيه. عاد لازم تبشرنا بتاخذ الشنطه ولا لا؟ اكيد. خلصنا. اي خلاص مقتنع. اي اكيد. هاي عجبت. شوف راونا اياها. جاست دو ات بعدين. على اي صف احمس روح؟ ثاني اعدادي. يلا بالتوفيق ان شاء الله. والله انا عندي بعض اولادي في المدارس الخاصه، فكنت مخلص لهم في بعض الامور القاصره، متعوده امر على هذا المحل ف نخلص بعض الشغلات البسيطة. وشنو بعد باقي عليك؟ لا إن شاء الله ما خلص بالنسبة للكتب والدفاتر، بس شغلات بسيطة نخلصها إن شاء الله.